يا هلا والله اكم مصطفى كاميكازي، واهلا بكم في فيديو اليوم. احب اشكركم على الدعم اللي قدمتوه باخر شهر او اخر الفيديوهات اللي نزلتها، كلش كان دعم حلو فرحني صراحه. فاتمنى انه تعجبكم الفيديوهات اللي انزلها، واي واحد جديد يشوفني اتمنى تخلي لايك واشتراك وشير. واليوم الفيديو راح يكون عن فورتنايت السيزن الجديد، قالوا راح ينزلون مابات السيزونات القديمه، تشابتر الاول والذكريات القديمه و2018، فخلينا نشوفهن. وكلش متحمس انا انه اجربهن، ف يلا ليتس جو. يلا هاي سولتي دستي. وقف وقف، اعتقد راح انزل هنا انا سالتي. ويلي دستي دستي دبوت. هاي كنا طبعا شباب من كيد ما فارغين، واحنا كنا صغار كنا نغطيها هاي، نفرغ الجيم وننزل بلاي جراوند وهاي كلها نغطيها بالبناء. طبعا تقطيع اول هاي اللي هنا دائما الصندوق هذا اللي اخذه يروح يموت لان ما راح يلقى سلاح قوي. هاي البنايات يا ساتر يا ساتر على الذكريات. يا رب القى سلاح يا رب القى سلاح. لا وريني وجهك وريني وجهك. اكو هنا صندوق، لا تكتيكال ما راح اخذها هالمره. روح لك. طبعا هذا اعتقد بوت، ممكن يطلع بوت. خلينا نلعب ام 16، هذا ما عجبني السلاح. اوه تفكرون بما افكر، اكو واحد هنا فوق. حلو اروح ارقصه. ها مات؟ معقولة؟ ديد. يا رب يا رب نفوز هذا الجيم. انا خايف. ماكو هيلات باندج شي؟ باندجات قديمه وين؟ يا رب القى باندجات هناك، يا رب ما حد يشوفني. وين كلوك ناس ذولاك؟ لا ذاك اكيد راح يجي عليه. ما بالام والله ما اعرف هل انا لاعب قوي ام هذا بوت، ما اعرف. طبعا عندي موارد قيامة الله، بس ناسي البناء، ناسي شيء اسمه بناء. اخيس جبل هذا. بوتوكي بالبش بالبش. والله لجيبه والله لجيبه. يا رب يا رب. طبعا شوف صاعد بدا هاي هناك مال جولف، سيارة الجولف متغطي بالبوش حيوان. خلينا خنقه، هو ما يختنق بس راح يتغطى. يمه خل اطلع. مو هنا وينه؟ هل
اي بوش انا هسه بعد ما اثق بيها. ما شفتو كامل بوش؟ راح واحدة من ذني البوشات قريبة. يا رب القاك. وينه؟ ناخذ الار بي جي نفتر. يا رب القاك يا رب القاك. هاي هناك تلتد عليها السلام. هاي المكان الخايس بي بالصندوق اللي فوق. يلا خلينا نشوفه. والله عرفت مكان خايس. يلا اطلع اطلع وريني وجهك. ابلع ابلع. لا تطفر تجيني. والله انا حاير هسه بين الار بي جي وهذا. حاير بين الار بي جي وهذا. لا ار بي جي ار بي جي. ذكريات ذكريات ذكريات. صوتي خايس ادري. وين سيارتي شباب؟ هسه نتوجه الى المدينة. قدامنا دستي ديبوت. على الاغلب اكو ناس. على الاغلب رب ماكو احد. واحس نفسي دا استنى البادي باللعبة داخل اكتشف اماكن خريطة جديدة. طبعا هو اللي يفوت لها لازم يودع الدنيا لان منطقة صايرة غابة. واحد وين رايح؟ وين منهزم؟ وين منهزم؟ وين منهزم؟ لا تنهزم من عندي. لا تنهزم من عمك. واحد انا اقول ليش منهزم. لون وردي كله وردي. كشاء ذهبي وشي ذهبي. بوش. والله عجبنا اخذ بوش. وهذا البي كي سي القديم. بس ما تقدر تقتل واحد بهذا البي كي سي. هذا ابو شوارب. يلا نروح للزون ما بقى شيء. ذاك البيت اللي بالنص رجعوه بالسيزن اللي راح. اعتقد اكو واحد فوق. هو احلى شيء رجعوا النايت مود هاي اللي انه عصرية او ليل. وهذا وهنا هذا الجسر القديم. واحد رمى علي الرمي من هناك. ثاني يا حيوان رمى علي. وانا كلاك ولاك. واحد رمى علي منه. طبعا عاجبني اسلعب بليزنت بارك بس المقطع راح يصير طويل. هذا البيت ايش قد حلو كان. اكو اشياء كانت ذهبية هنا. با 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 الحيوان.
ابلع كافي كافي لا ترمي يما طبعا هرب يلا طبعا حيوان لو هو لو بس متبعني كان قدر يقتلني خلينا هرب سكين بنسن مصطفى اوه صاحبي يجي دا صور طبعا هناك كان واحد لحقني هسه لازم انهزم منه باقي 13 واحد بالجيم هو الغبي لو لاحقني كان كتني انا ايمي تعبان واللعب تعبان والبناء تعبان بس غبي شو نسوي له ما خليك تني هذا التحدي القديم يا اخي بس البوش الشيء الوحيد الذهبي ماكو شيء ذهبي زين يمه ذولوك صواريخ وراكتات والدنيا مشتعله يلا روح لهم احنا سباع ولد سباع طبعا ها لازم طريقة إلهاء راح يفوت للصاروخ من أوسع أبوابها الغبي 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 يا غبي وين طاير؟ والله جيبه كتب الجو لا حلفان شغله بيها حلفان عدنا رجال اسم الامان تعال هاي لازم اجيبه طبعا ما عندي طلقات هو انهزم بس وين ما اعرف طلقات ماكو مفيش هنا طلقات طلقات ماكو يا ساتر اربع طلقات عفت السلاح فيه طلقات صار عندي اربع طلقات عيدنا رجال اسمنا ما زينت عني كنز هاي الدرب الطفرة هذاك واحد عالجبل طلقات ماكو طبعا اذا فزت هذا الجيم اروح اشتري سيزن مباشرة فتحت لي منطقة ويلينغوود هاي او ماي جاد دام او ماي جاد دام ويلينغوود سلاح بيه طلقات ماكو يلا 30 طلقة حلوة Hmm.
هذا مكان خطر، باقي ثلاثة ضدي، وإذا أبقى هنا راح نعلس. يلا بس واحد ذاك. لا ما هذا خلص قاتل. يا ساتر مركز ثالث. يلا يلا عادي. طبعا لهنا شباب يخلص المقطع مالت اليوم، اتمنى اذا عجبكم وتخلنا لايك واشتراك وشير، ومع السلامه في امان الله، وانتظروا الفيديو، انتظرونا الفيديو الجاي. طبعا كتبوا تعليقاتكم اهم شيء. يلا مع السلامه.